السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هتكلم معاكم عن الباور سبلاي. هنتعرف على كابلات الباور سبلاي، توصيلات كل كابل، ووظيفة كل كابل ايه بالتحديد، الفولتات اللي بتكون موجودة في الكابلات، ألوان الكابلات دي بتفرق في ايه، الأزرق الأحمر البرتقاني البني الأصفر. هنفك الباور سبلاي مع بعض وهنعرف ازاي نفكه وازاي نوصله باور بشكل مباشر ونعمله تيست أو اختبار من غير ما نوصله بالمذر بورد. هنعرف شكل المكثفات بيكون عامل ازاي، لو المكثفات بايظه هنفك المروحه بتاعه الباور سبلاي ونعمل لها صيانه. الادوات اللي هنستخدمها معانا فرشه، مفك جي ام جفت، ده ملوش اي لازمه، انا هشاور بيه بس مش اكتر، نخلي الحاجات دي كده في جنب. ده معانا الباور سبلاي. لو بصينا على المكونات بتاعته هنلاقي الباور سبلاي فيه مكانين لتوصيل الباور. ده المكان الاول اللي احنا بنستعمله عامه، وده بيكون خاص بيه الفيشه اللي بتتوصل بالكهرباء علشان الباور سبلاي يشتغل. والمكان التاني ده هو نفس الفيشه ولكن بشكل عكسي، الفيميل بتاعها ده بيكون استخدامه تحديدا بيكون له كابل زي ده كده بيتوصل في المكان ده علشان اوصل الخارج ده بالشاشه. يعني لو انا عايز اوصل الكمبيوتر والشاشه الاثنين على كابل باور واحد، بوصل كابل الباور الاساسي هنا اللي جاي من الكهرباء بيغذي الباور سبلاي بالكهرباء وبالتالي الكمبيوتر، وباخد منه خارج هو نفس الوصلات بالظبط اطلع منها للشاشه، فبالتالي انا وفرت كده فيشه او كابل او وفرت السلوك. يبقى ده شكل الباور سبلاي بشكل عام. هنشوف اول حاجه ازاي نعمل تيست او تشيك على الباور سبلاي. ده معانا كابل الباور، ده انا وصلت له باور. لو حابين ان احنا نعمل تيست عليه ممكن معانا الافوميتر، وشرحت انا ده في فيديو قبل كده ازاي نعمل تيست للفولت. هنظبط التدريج عندنا عند 700 فولت اي سي، ودول الطرفين، بوصل طرف هنا بالشكل ده والطرف التاني هنا واشوف الفولت قاري كام معايا. الفولت قاري 224 فولت. هوصل كابل الباور فيه الشاحن، ده سوكت مكان التوصيل، يبقى كده المفروض في الباور سبلاي، يبقى كده المفروض الباور سبلاي ده كده وصل له كهرباء. باقي ان انا اعمل له تيست واجربه. هنلاقي في كابل لونه اسود او مجموعه كابلات لونها اسود، في مجموعه كابلات لونها برتقاني بني وهكذا، وهنشرح ده كله بالتفصيل. اللي هيهمنا منه الكابل الاخضر، والكابل الاخضر ده هو الخاص بالباور سويتش اللي هو بيشغل الباور سبلاي. بمعنى انك لما توصل الباور سبلاي الفيشه دي بالمذر بورد بتاع الكمبيوتر بيوصل الكابل الاخضر مع اي كابل اسود الباور سبلاي يشتغل عن طريق الجفت او عن طريق كابل او سلك، وهوصل الطرف ده مع الطرف ده. ده كده الباور سبلاي يشتغل معانا. هنفك الباور سبلاي الكابل، وعرفنا كده ان الباور سبلاي محتاج صيانه، ان احنا ننضف المروحه ونبص على المكثفات بتاعته. ولكن قبل ما نفك الباور سبلاي هنبص بصه على الكابلات دي. الكابل ده كابل توصيل المذر بورد، مكان توصيل الكابل بالشكل ده، وهنلاحظ ان في هنا مكان سوكت ما ينفعش يتركب بشكل عكسي. يعني لو حاولت اركب الكابل كده مش هيركب، يبقى الكابل ليه طريقه واحده بس في التركيب اللي هي كده. الكابل التاني هو كابل ال 12 فولت، ده هنلاقي فيه كابلين او سلكين لونهم اصفر وسلكين تانيين لونهم اسود. الاصفر ده 12 فولت والاسود ارضي، وهنوصله بالشكل ده او مكان توصيله هنا في السوكت اللي هو السوكت ده كده، وبرده ليه اتجاه واحد للتركيب، ما ينفعش يركب في اتجاه عكسي، ده اتجاهه الصح بيتركب كده. يبقى انا كده وصلت الباور او وصلت الكابلات للمذر بورد، ما عادش في كابلات تانية هتتوصل من الباور سبلاي للمذر بورد، هما الكابلين دول بس، كابل سوكت الـ ATX أو كابل الـ ATX الأساسي، والكابل التاني الخاص بالـ 12 فولت اللي بيدي للبروسيسور هنا باور علشان يشغل البروسيسور. بقى عندنا مجموعة كابلات، هنلاقي فيهم الكابل الصغير ده كابل خاص بتوصيل الفلوبي ديسك، دي حاجة كنا بنستخدمها زمان قبل طبعا السيدروم وقبل الفلاشات والكلام ده، الفلوبي ديسك درايف. بقى عندنا تلات كابلات شكلهم زي بعض، اللي هو السوكت الباور العادي. هنبص معانا هنا هاردين، شكل السوكت هنا هنلاقي السوكت مختلف، مكان توصيل الباور مختلف، ده الكابل العادي وده كابل الساتا. نبص الاول للكابل العادي
وده مكان توصيل الكابل او سوق توصيل الكابل. هنلاحظ ان الكابل فيه اربع سلوك، سلكين لونهم اسود في النص وسلكين سلك تاني لونه احمر وسلك لونه اصفر. الاحمر دايما بيكون ناحية جوه، يعني يتركب بالشكل ده كده، ما يركبش عكسي. يبقى انا لما اركب كابل الباور في الهارد ديسك لازم الكابل الاحمر او السلك الاحمر يكون ناحية جوه، اللي ناحية بره ده اللي هو الاصفر او ال 12 فولت، فنحفظها كده، اللي ناحية بره ده اللي هو الكابل الاصفر. لو حاولت ان انا اركبه عكسي مش هيركب، ولو اتركب في الهارد هيكسر السوكت. في ناس بتغلط الغلطة دي، بتحاول تركب الكابل بالعافية فده بيعمل مشكلة في السوكت بتاع الباور. الاستخدام التاني بتاعه في السيدروم، دي شكل برضو السيدروم، وده كابل التوصيل، ده مكان توصيل الباور وده مكان توصيل الداتا. وزي ما قلنا الكابل الاصفر بيكون ناحية برة والكابل الاحمر بيكون ناحية الداخل، برضه نفس الشكل كده، ده طريق توصيل كابل الباور في السيدروم. السوكت الاخير اللي هو سوكت الساتا، السوكت بيركب بالشكل ده، برضه نفس القاعدة اللي احنا اشتغلنا عليها في الاول مع الهاردات الداتا هنشتغل عليها مع الهاردات الساتا. الكابل الاصفر بيكون ناحية بره والكابل اللي ناحية جوه، او بلاش الكابلات ناحية جوه عشان ما نتلخبطش، لان هنلاقي فيها كابل برتقاني وكابل احمر، فالكابل الاصفر هو اللي بيكون ناحية بره الجزء الخارجي من الهارد ديسك بالشكل ده كده، ده الكابل الاصفر، ده طبعا مكان توصيل الداتا. هنوقف الفيديو على كده وهنكمل في الجزء الثاني، هيكون خاص بفك الباور سبلاي ونتعرف على مكوناته. مش هفكركم، لو الفيديو عجبك لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وشير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد من المعلومه او المحتوى اللي انا بقدمه. ميعادنا في الفيديو الجاي، ولا اله الا الله.